يا واتساب الاحترام، جيسبيغ كون تكونو على خير وبخير. جيسبيغ اي واحد كيتفرج في هاد الفيديو يكون ناشط وموتيفي. صوت تشوفني لابس قبيه وداير القب، حيت انا كنفيق الصباح هكا كنلعس بقبيه وكالسون. صوت فوق دابا هانتوما تشوفو. بالنسبه للفطور شي بزربه، كاينه جوج بطاطات نتاع فيهم 150 غرام، كاينه 6 البيضات، كاين 250 ميل دخلت على الحليب، وكاين كومبليمون اليمونتير ديال الهيمالايا. بالنسبه لهاد النهار ما عرفتش واش غادي نتريني ولا ما غاديش نتريني. صوت هاد النهار غادي يكون اصلا فيه مرصي، غادي نمشي نحسن وداك الشيء ديال القبية أصلا ديال القب، غنمشي نحسن وغادي نمشي عند واحد السيدة على حساب. فين أخي العروي؟ صافا مون أمي؟ كيدير مع الصحيحة؟ مالين الدار؟ شكرا بزاف حيت فيقتيني. اش كدير دابا؟ بوليس ياك؟ لا بائع. أنت بائع؟ أمين شتي ولاد الحومة كيلعبوا أخي العروي؟ نديرو واحد الفوكس على هاد اللعيبة هاد. واش نمشيو نترينيو وما نمشيوش للمساج ولا نمشيو نحسنو ونمشيو للمساج؟ نمشيو اسيدي نحسنو ان شاء الله ونمشيو نديرو المساج. ويلي ويلي ونطري ما نخليوها حتى غدا. نطري ما تروح غدا سي احمد الغزال، احسن سيرفر كاين في كوانفير كامله. فاس كامله كذاك فاس كاش فاس كامله سي احمد الغزال. انت تبان معايا فلاش اليوتيوب. يلا الله تبان معايا في اليوتيوب. الله سلام احسن احمد كاين. تمنى وحش بال وحش بال وحش بال وحش بال. سي العروي اش كتشوف تما؟ شوف الخمسيات ديالي. خاصهم يقول لك مبروك ديتي الباك ياك؟ ديتي الباك؟ دينا الباك. باغي تقرا معايا ياك؟ جاو اخويا نقراو في لينسا. في لينسا؟ جاو نقراو في لينسا. اجي تقرا اخي العروي اجي تقرا معايا. ما يخليش الدراري كاع يضربوك اللي يحضروك الدراري. راك تما. قول اخي شحال باغي تحسب لهاد الكاميرا هاد الجو برو هادي؟ 500 درهم. اه ومشفره. و الاكسسوار كاملين معاها. وسميتها هيرو ياك؟ هيرو. نمشي معاك اخي للدار تجيب هاد الكاميرا. العروي تمشي توصلو يجيب لنا كاميرا. نمشي معاك للدار. حنا ولينا في الدار. نمشيو معاك للدار تجيب لنا هاد الهيرو كاب ديالك انت وشحال داير لك 500 درهم. اسمع هيرو قال لك نمشي معاك للدار. هيرو انت قلتي هيرو. اه مشي الى ياك الى كانت هيرو مشي معاك للدار. جيب سميتها تتفكر بعدا سميتها. تتفكر سميتها تيليكوموند ديال الراسوم. الراسوم ديال من؟ عارف كيعجبوك الراسوم. انا كيعجبوني الراسوم اخي النور. وانت اين الراسوم كيعجبوك؟ انا اه انت كيعجبوك الراسوم ديال البورنو ياك؟ ندير لك الراسوم اخي النور. اش طب اصاحبي؟ طب طب خدم دغيا. ايوا يلاه فك فك. شنو راني زالين؟ انت ما كتعرف تخدم. واش بدك الجديد؟ ساعة ساعة ساعة. الله يعطيك الصحة. شنو دارو معاك؟ لا ما غاديش ندير ماساج ديرو انت. لا ماساج بزاف. لا فاش بغيت ندير ماساج ماشي ندير ماساج. يا ماساج صح. لا هذاك شي واعر. شوف هذاك شي زوين بروفيسيون. توت اوبسيون. توت اوبسيون.
شنو دير دابا عاوتاني؟ بغيت ندير الماسك وغادي ندير ليا الشعر ما يوصلش عليا. اها الماسك هذا ديال الشعر انا تحول ناس حامد ناس مرتاح مدفع شوف انا انت شوف اخي النور غتقرع له نعطيك 200 درهم هاي غتبعد منين قرع هاي 200 درهم النور عندي الناس بالبركه من الله والله وتقرع له نعطيك الى 200 درهم اخي النور يا اخي اصح ها يرجيني في الميم وكلشي كيش شوف هاك اخويا قرع له عطيها لا راه هي ما قرع له عطيها لا شكون يضمن لي انا نقرعه واش صافي شي اللي يعطيها لا مضمون انا بعد منه قرع له عطيها مضمون على السيل لا راه عند عشيرك هاي عند لا هو صافي قرع له راه عندي ولا صنضرب ضربه بالله ما كيقرع له هاي 200 درهم فيها 200 درهم 200 درهم هي عند صاحبك هو يحكم عليه الا قرعتي له يعطيها لك سير اخويا بحق الوالدين صافي مضمون 200 درهم مالك عند صاحبك ها احسن هذا وضعك احسن تحسن هذا فين اخي الحكيم وفين اخويا شو عند نوري شدوها دبرك باقي كتبع فلو باقي ما وضحوش زيد وضاح 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 اه شكرا اخي النوري لا الله يسهل عليك حب حظك احنا بشيلها A few moments later one بدعنا احنا تل الخمسه وقسم ماين هذيك كنا تسحرتي مع البراش تصبح فاطر يا هادي دوما كبر براش كاينهم كيبانو في الكاميرا ما رضاش تشدهم هادو ما كبر براش كيقولك ثلاثه كيجي على حتى سته هما هاد الناس هادو الكاميرا ما رضاتش تشد كاع راه تسمش غادي نفال الهروه ها خصك نضادر شو سيتي نضادر نضادرك ما حنا لقينا ها هي اسمح لي نصور هاد سيرا سلام بروميرا طاجيك من الدرجه ديربا سيرو درا مقطع انا شحال هذا السيرو بالنسبه للكابينه هي اللي كاين فيها والله يسكن هنا وكاين هنايا ندوزكم من لهنا وتخرجوا من له ما معنى كاين حنا ندخلوا لها في هذه البلاصه كاين هذا الشيء هادي بوب انشوف ما سيدي هنا كاين داك ديال الناس اللي ما كيتمشاوش مزيان هنا الناس اللي كيتمشاو مزيان وانا كنقزو والله ما عرفتش تخرج في هذا الجنب هذا واش ها جا انا صباح الخير هنا شنو كديروا هنايا كاع في هذه البلاصه اي حاجه عندها علاقه بالسبور اي حاجه عندها علاقه بالبريباراسيون فيزيك الترويض ديال السبور كلشي دابا دي اول حاجه وعلاش زعما داك الضوء الاحمر لا هذا ان فخاروج هذه سخونيه تنبداو بها باش تنبريباري لي موسكل باش كيترخاو كيبقى واحد الغلاشمون موسكولير كل ما ترخاونا لي موسكل كل ما كيطولونا في الخدمه تمام حتى غادي حتى تسخن ظهرك حتى تسخن ظهرو شويه بعد غادي نبدا يلاه انت تبان داكشي كاع بروفيسيونيل يلاه هاز تكمل دابا عندو القريص سخون سخون وراي سخون ظهرك اخي انس شنو كيبان لك في الحياة ما كحاجبك في الحياة خايف ياك والله الا كنحس بك خايف ما عرفتش كي صاحبتك انت يضربوك الشوكه شنو كي صاحبك؟ نقول الشوكة نديرو نهضرو شوية في الدومين بالهضرة بالكلمات ديال الدومين ولا لا ديال الدومين كنبداو بليزافلوغاج بديبغيسيون كليسي سوبرفيسيال وحنا غاديين تنمشيو لبيتي تدريس ايتاب بوغ ايتاب الكينا غير تيحط يديه في الظهر ديال شي سبورتيف تيشوف لي كونتراكسيون موسكولير تيحس بيهم دونك انا وصلت لهنايا شفت عنده هنايا على الكونتراكسيون موسكولير انت شوف كي تبي شتي كتزلق حنا تنقولوا حنا كنقولوا كتزلق له انت فوالا اه بصح كتما تفهم عندنا هنايا عاود باه ما كاين هنا عندك حتى تعدريت هنايا وعلاش عنده هاد بحال هكا داير هنايا لا هذا هاد هو هكاك داير موسكل اه فوالا حيت هو في ديال الميسكولاسيون نو تيدير لا ميسكولاسيون والقدر ديالو موسكلي يلا عيني قالت لك طارق موسكلي يلا تاع يلا فرح شو سميتك بعدا؟ أميمة أميمة هي أميمة بعدا غتلقاو لتحتا لوليا نتاع انستغرام ديالها
واللي بغى يجي بالنسبه للدراري كاين واحد لو كود برومو ولا غير فاضل 20 راه غدير معكم مثلا مزيان بالنسبه لا سيونس كاين كلشي عندها حجامه و جسمي داكشي الاخر قول لهم شنو عندك كامل هنايا في كابينه كابينه كاين كلشي كيتعلق بلا ريكوبيراسيون كاين حجامه ماساج ميديكال سكرابين وبالنسبه للناس اللي ديجا داروا شي ان اكسيدون ما بقاش كي عندهم بيان سور هذا اكثر واحد الطبي تنديروا حنا كاع تخصصات لي اكسيدون لي مالادي روماتيزمال لا ريسبيراسيون الكارديو كلشي تنركزوا على هاد لا ريجون سوبيريور اللي فيها الترابيز هنا تيكونوا المشاكل بزاف تيكونوا لي كونتراكسيون بزاف عندها مشكل عويص الدار ديالك عالس ما كتسقسح من مرتاح يلا سي ترتاح معنا دونك فاضل عنده مشكل كثر في الترابيز مشكل عويص مشكل عويص غتموت شي واحد لعبه في الرياضه غير مالتي فوكس لهيه فوكست على لهيه كاع ما فوكست دابا خاصك تفوكسي على انا ماشي انا عليك اسكت القاري قدي او ماي جاد واو شكرا بزاف مرحبا هما يجيو عندك الدراري كامل يكون سميتو برومو كود فاضل فهناك اجيو كامل عند السيده ان شاء الله غادي يكون داك الشيء زوين خصنا واحد البروبليم شحر علاش علاش ما بين اخي احمد هذا بين يلا هذا المره الثانيه من البلوك يلا هيا يلا غنخلي نلعب نجلسو وهاد ارتاحيت شوف ورا العرق هاد سمعنا الدار هكدا دابا غندوي كامل كيما شفتو فلوغ راه كنتصبح مع الطالب كنت معطل كاع راه كنشوف كيف ما كاين مشينا عند داك البنت دابا راه صاير تزاد تدينا اصلا دابا راني فكرتها واحد شي واحد غادي ندخل غنوجد ان شاء الله واحد الكومبيتيسيون اللي ماشي في المغرب ان شاء الله صوك نرتاح واحد شي غالي باش واش 3 ايام بالراحه الروبو غادي نقلب على الماكله ما بقاش ناكل بزاف بحال هكا ديال الساعه غير يكون في 3 ايام ان شاء الله ما غنصومش ولكن غنقلل لي روبو ديالي باش نرتاح شويه المعده وغناكل واحد سميتو واحد الكومبليمون ديال الهيمالايا اللي كي شويه كيقاد الكبده كيقاد الكبده حيت من فوا كتكون شي واحد سبورتيف كتبقى تاكل لي بروتين بزاف البروتين كتاكلهم بزاف الكبده ديالك كتعيا سوا خاصك واحد اللعبه اللي غتعاملك ليها هي الهيمالايا سوا الا كنتي انت كدوب ولا ما كدوبش خاصك دوري هيمالايا باش ما تسلكش الكبده ديالك سو كيما سمعتو صافي داز الفلوغ عادي زمرة عادي كيما شفتو دابا مشينا مع الدار غادي نجلسو هنا في الدار مشاو جابو لي ماكله جابو لي تما شي دابا نوريكم ماكله شنو كاين واش نقصرو على بين في الدار كاملين باشتين ضاحكين وانتوما نتوما كاملين تقصرو معنا سو غادي نعسو مع الطلاي حتى نتوما غادي تنعسو مع الطلاي ان شاء الله درت معايا داك البنت كولابوغاسيون تاع يعني الدار اللي غايجيو من الطرف ديالي غادير لهم 20% تنقص بحال مثلا يدير على سيونس 550 درهم يجي من الطرف اللي غاتقول لها انا جيت من طرف فاضل زعما غادي تنقص لك 25% غتبقى 100 درهم سو اي واحد بغى يمشي عند الدراري زوينه صراحه هاد الله كتهلا كتضحك مع الدراري بدل ديال بنت الوقت صافي انتم دابا معنا هما الدراري مشاو يجيبوا شي خضره وشي تربيق وانتم مكملين معنا الفلوغ وجي ستار كتمشيو عندي في انستغرام راكم عارفين وفاضل زاز غيطلع لكم هنا ولا هنا علاش باش ما ديروا فولو تما كندويو مع الدراري ما قلت لكم هي الماكله اللي جابوا لي الدراري ها هي كاين هنايا دجاج لادان دجاج ستيك كبده ستيك كيلو 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 غادي دوز لي واحد اليومين ولا من هنا حتى لغدا ما عرفتش على حسب الجوع اللي غيجيني صافي غير الماكله تاع هذا النهار وصافي هما راجعين نبدا نقصرو كامل هنايا وما يجيو دابا شحال التلفزيون دايرين بس ما كنت عليه ما تيجيو سي احمد كيصوب الماكله المليحه ياك اخي احمد ها نشوف الماكله ايه القصره زينه هذه فيها غير الاكل كاينه غير تما القهوه في كوانفير ويلي انا مسخت انا كاز ما هو مزيان ما طولتهاش ما جيش بنينه عطي العصير كاس كبير زيد بارطاجي ليه هاد اللعيبات هادو شي كلمه في حق هاد الناس اللي كيتفرجوا فيك كل واحد الله يسهل عليه اها وكاع داك اللي كيشوف فيا الله ينادي ودا غن عندي تشوف فيه علاش اسمع عنده ما يدار اسمع علاش تري اللي كنت تتفرج فيها دوي دوي شوف هذا شوف هذا راه ما عندك ما يدار